عندي سؤال آخر بس طويل وما أرد أخذ من وقت البرنامج، وهذا السؤال هواي متعبني. أيضا تفضلي تفضلي وياك. عندي بنت ابني طفلة، طيب، من جت للدنيا أمها وأبوها ذبوها وما عندي أحد إلها، ظليت حايرة بيها. يعني هم انفصلوا وكبرت طاعني. انفصلوا عن بعضهم؟ لا ما انفصلوا، لكون هاي الطفلة قالوا مو جميلة ومو حلوة وما أريدها ذبوها. معقول؟ ظليت من أول ساعة، اي من اول ساعة جت للدنيا لهذا يوم الله صار عمرها 12 سنة وانا مرضيتها وحايرة بيها انا وعمتها وجتها ابو ابوها. توسلت بابوها وبامها تعالوا خذوها يا مستعدة ابني لكم بيت اشتري لكم بيت اشتري لكم سيارة. وهاي البنية ظلت عندي هسه، حتى انا من رحت البيت الله رحت للهند رحلة علاجية سألوني بالمطار قالوا هاي البنية ما يصير تطلعيها وياك. قلت لهم هاي عندي تصريح من الخارجية جايبتها وياها بتبني أنا مربيتها ما عندها أحد. قالوا أمها وين؟ تغبت عليهم. قلت لهم أمها ميتة يتيمة ما قدرت يعني أقول لهم أمها عدلة لأن خاف يأخذوها من عندي. فساعدونا بالطيارة وراحت وياي هاي الطفلة. هاي أول كذبة اللي كذبتها، قلت لهم أمها ميتة. طيب. ويسع البنية عندي صار عمرها 12 سنة ظليت حايرة بيها أقول الأعمار بيد الله. بس تعرفني إلي وتعرف جدها أبوها زوجي جدها أبو أبوها تعرف أبوها زين. هي تعرف أمها وأبوها؟ أمها وأبوها تعرفهم؟ تعرفهم تعرفهم بس هي هم ما يرضوها يا يمه. عجيب ظليت حايره بيها. يعني الاب يعني طيب والام جمال. والام قلب الام يعني هو المفروض الاب نفس الشيء لكن الام الام قلب الام يعني ما تريدها ولا تباوع بوجهها. يشهد الله يا يمه على الكلام اقول لك اياه. حتى انا اشتريها ذهب منا وديها لاهلها يشوفوها ينزعوها الذهب وياخذوا من عندها. قلت لهم فدوا رحت لكم بيا تشتري لكم وسجل باسمكم هذا ملكي نصه اسجل باسمكم بس خلوها عندكم خطيخه تكبر ويا اخوانها لان انا ما دايمة تلاني مره مريضه عندي عمليات مع القلب وعندي زين. اسم صرف مع السنه قامت تفهم قامت تفهم شو تقول يعني لما اشوف امها وابوها ما يريدونها. واذا اقول لك سالفه يشهد الله وديتها رحت الكربلاء وياها هي تعرفني انا ما هو هي والحج ابوها. يعني ما تدري بامها وابوها الحقيقيين؟ ما تدري بامها وابوها الحقيقيين؟ تعرفهم تعرفهم بس ما يردوها هاللي ما تريدهم. الدور من ناخذها وياي تعلمتها الصلاه بالشهر مرتين تختم القرآن علمتها الصيام رجب وشعبان الصومهم الاثنين والخميس وشهر رمضان كله أصومها. بديت وياها من صوم العصافير من هي بالسنة السابعة وهي وصلت صف سادس ابتدائي. والله نعم التربية يومي حلوة وجميلة يشهد الله علي وداعت وجهك لهذا يا يمه وجه الإيمان والرحمن. تدري وديتها وياي الكربلة أسأل دوله للحوزة يقول إذا أعطينا إياها نتزوجها. قلت له شلون أعطيك إياها شيخ مو طفلة هاي؟ يقول لي إيه متل على هيك مؤمنة ومتدينة مو الرسول يقول الطفلة من تمنت ضمنت فهاي مو صحيح. هذا الكلام كذب هذا كذب. احذري احذري أن تستغلي أولئك الفسقة. احذري ما متثمنت ضمنت كلام كذب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحايرة بيها أخاف عليها أخاف عليها من كل شيء صور حتى من وديها المدرسة مسجلتها بمدرسة خاصة أروح أقعد بالحديقة حتى يطلع المدير والمديرة حجية تعال طب يمنا قاعدي. وحايرة بيها يا يعني ما وين أوديها في دول قلبي وهو بنب عليه من قلت لهم. طيب أمها وأبوها ما عليش ذنب ما عليش ذنب لا شيلين هم. بالنسبة لأمها وأبوها طيب يعني وين قريبين منش ولا بعيدين؟ بعيدين يا حبيب قلبي يا يمه. طيب واروح لهم اتعنى واروح عمام لهم. عمام ما عندها عمام؟ عمام خوال ما عندها؟ ما تروح لعمامها، عمامها بصفي كل واحد اشتريت له بيتي وبنيت له، داير ما داير اربع عمام عندها وعمه وحده، تصور عمتها انفصلت من زوجها على موتها تقول يمه ما اقدر اخذها وياي بيتي، رجلي رجال غريب البنيه حلوه صارت الله ذب عليها كل الجمال. لا حول ولا قوه الا بالله. وخايفه يا يمه وين اوديها؟ ارشدني الله ينور طريق الدنيا واخره. والله شو ارشدك يعني شو بدي اقول لك يعني عجيب والله معقول هذا وين عايشين احنا وين عايشين يا الهي؟ يعني ماكو واحد يعني ماكو واحد بحفنه مروه يقول انا اتكفل هذه البنت اللي هي يعني هم يتيمه يعني اليتيمه حاله ربما احسن منها. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ربي ان شاء الله ينطيش طولة العمر انت وزوجك وتكونون سور حماية لها الى ان الله يرزقها الزوج الصالح وتتزوج يا رب. وان شاء الله يا رب الله يطيل بعمرك الى ان تفرحين بها بزواجها
وأمها وأبوها يعني أبوها مقصر أمام الله لأنه ملزم بالنفقة عليها، أبوها ملزم بالنفقة عليها وملزم بحمايتها. والله الرجال اللي ما يصير حصن وحرز وسور حماية لبنته والله ما يسوى، ما يسوى فلس أحمر. والله يا يما يسعد رب علي، وليلتي الوحدانية يروح أوديها إلهم وأروح مسيرة، الفلوس اللي بجنطتها كلهم ياخذوها، الذهب اللي بنفسه اللي كله يخرطوه وياخذوه. سجلتي لها، قلت لهم رحمه الله، سجلت لها البيت، سجلت لها المحلات كله الها، كل شيء ما املك بس الها. يقول لي يلا بلش الله باكر الله يسهل لك حتى نبيع ونتصرف وامورنا تستعدل. يتمنى لك يعني يتمنى لك تموتين يعني الله يطيش طول العمر؟ اي لان البنيه تخاف من اهلها، اهلها ناس ساقطين المجتمع خلقيا، هذول اخوتها يبيعون يشترون بهاي المال مخدرات. تصور بتوت بديها لبست لها، رحت وديتها تشوفهم بالعيد، هذا العيد من قلت نخلوها يمكن يوم يومين، وهاي $400 عندها لها مصرف، خاف شو تشتري شو تشتري، خلوها تلعب ويا اخوانها. جيت لا الفلوس بجنطتها والبتوت البداياتها منزعيل هي. ليش؟ قالت ام فلانه على امها ما تقدر تنطق اسمها، فلانه قالت جيبينا ضم الكاهن عندي، فنزعت هي من سالتهم عليها خابرتهم قالوا يا والله مباقن، قلت لهم فدوى الها خلي مباقن. استغفرك ربي واستعفيك واتوب اليك. تمام 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 تسمعين إجابة، لكن احذري من احذري من ذولاك من لصوص الشرف، خلينا عاد اطلق عليهم هاي الكلمه، احذري من لصوص الشرف اللي يقول لك تعال زوجينا اياها والله راح يسوى سلعه، يسوى سلعه ولا اكل اراذل سلعه، والله شنو عاد اذا ثمنت ضمنت، كلام كاذب باطل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل احد من هات هذا الرقم واحد من الموامنة دول اللي يحكون بالشيعة التشيع، الله يغسلهم بدون ذكر طائفة، بدون ذكر طائفة أرجوك أمي. يعطيها الرقم شقتها قدام وطتها، قالت له عيب أنا هذا موبايلي كل الشيخ أحمد الوائل المحاضرات مالته والكلام مال الشيخ عبد الرزاق السعدي ومحاضرات مال أحمد الكويسي والأستاذ وليد الحسين، هاي حاطتني ما أحب أنا أحط غير أشياء بموبايلي. هاي هي الطفل اللي أنا مربيتها، الله إن شاء الله يثبتها على هذا، كل هذا حافظ بارك الله بيش على هذا، على هاي التربية أمي. يا رب إن شاء الله الله يقر عينك أنه يجيها زوج صالح وتخرجين من عهدتها ووجهك أبيض عند الله سبحانه وتعالى. فدوى لقلبك مع دمك يا يما، الله يرضى عليك، الله يبارك بعمرك، الله يزيد ميزان حسناتك، الله يحفظك. أشكرك يا قلبي، أشكرك يما. أي مجتمع منحل أوصله يعني من الذي أوصل المجتمع العراقي أو أوصل شرائح من المجتمع العراقي إلى هذا الدنو وإلى هذه الرذيلة الأخلاقية؟ أسأل الله تعالى أن ينتقم من كل من أوصل حال العراق إلى هذا المستوى.